مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم من جديد الى غرفه الاخبار وبالتحديد الى فقره ضيف الغرفه. اذا تحيي الجزائر على غرار باقي الدول اليوم العالمي لحمايه حقوق المستهلك الموافق لل 15 من شهر مارس، وذلك لتعزيز الحقوق الاساسيه لكل المستهلكين والمطالبه بصيانه واحترام هذه الحقوق والتصدي لاستغلال السوق. وللحديث اكثر عن هذا الموضوع ارحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد فادي تميم المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك وإرشاده. صباح الخير سيدي وشكرا على قبولك الدعوة. أهلا وسهلا، صباح الخير. إذن كما سبق وذكرت، اليوم تحيي الجزائر كغيرها من الدول اليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك. هي فرصة من أجل إبراز حقوق المستهلك ورفع درجة الوعي لدى المستهلك الجزائرية. أكيد، يعني تطور حركة يعني فكرة حماية المستهلك في الجزائر، الحمد لله رانا قاعدين نتطوروا، وأكيد يعني ماناش على المستوى العالمي لكن نقارب المستوى العالمي الآن. وجود جمعيات، فتح المجال للجمعيات وما استفادت منها أيضا جمعيات حماية المستهلك في إطار الدستور الجديد من دعم للمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، هذه كلها تصب في تطور حركة الجمعوية. وأيضا خص بالذكر جمعيات حماية المستهلك واللي منها هي المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه. في البداية يعني في بداية مشوارنا في طريق حماية المستهلك لقينا صعوبات، لأنه للأسف يعني كانت فكرة جديدة، حتى المستهلك في حد ذاته ما كانش يعرف، حتى مسؤولين كانوا يعتقدوا أن حماية المستهلك هذه تقتصر على الحليب وعلى الخبز وما إلى ذلك. الحمد لله خلال يعني هذا المشوار أو مشوار المنظمة من 2015 تقريبا إلى الآن، استطعنا إقناع الإدارة، إقناع المواطنين، حتى المستهلك أنه مجال تدخلاتنا هي كل ما يتعلق بالمصالح المادية والمعنوية في المستهلك في جميع المجالات إن شاء الله. هناك عدة حقوق أقرتها المواثيق الدولية اليوم في خصوص حقوق المستهلك، ربما لو تضعنا في هذه صورة هذه الحقوق. يعني حقوق المستهلك هي يعني بداية فكرة المستهلك عالميا هي كانت بالخطاب الشهير لكينيدي في 1962 حينما قال كلنا مستهلكون، كلنا معنيون. أيضا بعد ذلك في تقريبا 1997 بدأت اليوم العالمي لحماية المستهلك، بدينا نديره كل مرة في 15 مارس موضوع معين يعني يخص حقوق المستهلك من أجل توسيع والضغط من أجل الانتباه ولفت الانتباه لهذا المجال. نعطيك مثال، قبل السنة الماضية كان العنوان اليوم العالمي للمستهلك هو حقوق المستهلك في المعاملات المصرفية. هذا العام حقوق تمكين المستهلك من الطاقات النظيفة. يعني كل سنة يكون موضوع معين، وكل جمعيات حماية المستهلك على المستوى العالمي تعمل على هذا الموضوع وفق يعني استراتيجية معينة من أجل لفت الانتباه لهذا الموضوع، من أجل تحسين يعني الموضوع هذا في عدة دول. احنا يعني من بين الحقوق الأساسية هي 8 حقوق، هي حق المعرفة، حق الأمان، حق الاستماع إلى آرائه. يعني للمستهلك، يعني نقف عند هذه النقطة، يعني احنا في المنظمة المستهلك ثاني عنده الحق أنه الجهات المخولة قانونا أنه تستمع إلى رأيه، وهذا عبر ماذا؟ عبر يعني جمعيات مختصة في حماية المستهلك. أيضا عنده الحق في حياة في محيط آمن وصحي، عنده الحق في التعويض، عنده الحق في الإعلام، عنده الحق في إشباع رغباته، عنده الحق في يعني التثقيف تاعه. هذه هما الحقوق كامل، ونعملوا أنه نوصلوا هذه الحقوق للمستهلك بالدفاع عنه. أيضا على المستهلك في حد ذاته أنه يعرف أنه عنده حقوق. لما نكون أنا كمستهلك ونعرف باللي عندي حقوق، نعطيك من بين الأمثلة حق التعويض. هذا الحق حق أساسي. أنا شريت من عندك سلعة معينة، إن لم تكن مثل ما أنتي قلتي لي عليها، إن لم تكن وفق رغباتي فمن حقي أنه نعوض. أيضا هذا يدخل في مجال الضمان، في مجال خدمات ما بعد البيع، لأنه أنا ما يكفيش أنه مصنع ولا منتج ينتج مادة ويطلقها في السوق ولا يخليها في السوق تجاريا يتم تداولها تجاريا. أيضا عنده التزامات من بينها الضمان، وبعد مدة
أنا كمستهلك شريت عليك علامة معينة، عندي الحق في خدمات ما بعد البيع. يعني بصفة إجمالية هذه هما الحقوق اللي تخص المستهلك. طيب في خدم حديثك تحدثت أنه في كل سنة يتم اختيار موضوع لمناقشته، ربما هذه أيضا فرصة من أجل رفع سقف المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وأيضا إخراجها من دائرة كما سبقت وقلت أنه هي أكبر منها تكون فقط من أجل الزيت والحليب. أكيد أكيد. يعني إحنا شوفي في المنظمة بداية الفكرة تاع المنظمة كانت يعني واضحة، وعندنا استراتيجية يعني عامة. الاستراتيجية العامة تاعنا هي أنه نعرفه بأنفسنا، أنه ننتشره نعرفه بأنفسنا، وكما قلتي الأفكار الاستباقية اللي كانت موجودة حبينا نكسرها، والحمد لله استطعنا أنه نكسرها، لأن تطرقنا لعدة مجالات، دخلنا في مجال الأدوية، دخلنا في مجال الخدمات، في الحقوق المعنوية أيضا للمستهلك، لأنه الكثير يعتقد أنه المستهلك عنده غير حقوق مادية، لكن يوجد ما يسمى الاستهلاك المعنوي. الاستهلاك المعنوي أيضا هو أمر يعني مهم جدا وندخله فيه. حاولنا احنا يعني كل سنة نتبع توجيهات المنظمة العالمية لحماية المستهلك اللي تحدد يعني موضوع معين وفق ما حدث في السنة. مثل هذا العام يعني تمكين المستهلك من الطاقات النظيفة جاء بعد اجتماع كوب 27 اللي كان في مصر. يعني هما يحينوا الأهداف تاعهم وفق التغيرات العالمية، وأكيد إحنا جزء من العالم. أكيد. لازمنا نكونوا موجودين، ولازمنا مثل هذا العام يعني العنوان هو حقوق تمكين المستهلك من الطاقات النظيفة. الجميع يعلم أنه العالم الآن يعني من بين الأمور اللي تشد اهتمام العالم هي الطاقة، لأنه الطاقة في العالم، خلينا الجزائر إحنا مصدر للطاقة عالميا، لكن في دول أخرى الطاقة أصبحت يعني عبء على كائن المستهلك. التوقعات كانت تصب أنه بين 2022 و2023 راح تكون ارتفاع ب 50% في أسعار الطاقة. نعم. وهذا ما يمس يعني بالميزانية الخاصة بالمستهلك. يعني لما دارت المنظمة العالمية لحماية المستهلك استفتاء للمستهلكين عالميا، 80% أعرب أنه خلال هذه السنة غير مصاريف ميزانيته وفق لارتفاع أسعار الطاقة. لذلك التوجه أيضا عالميا بالنسبة للأمم المتحدة، بالنسبة للتغيرات المناخية، أضرار الطاقة التقليدية على المناخ، جعل أنه هذا العام يكون الموضوع هو تمكين المستهلك من طاقات نظيفة. وإحنا بالنسبة للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، نعلم جيدا أنه الجزائر من بين القوى العالمية في مجال الطاقة، وإحنا مصدر للطاقة التقليدية. لما لا أيضا ما نبقاوش فرحانين أنه إحنا مصدر للطاقة التقليدية. أيضا إحنا كمنظمة نتمنى أن الدولة الجزائرية تتجه نحو الطاقات النظيفة، من أجل أيضا نصبح قطب عالمي في الطاقات النظيفة. والجميع يعلم أنه مناطق في الجزائر الطاقة الشمسية فيها يعني متوفرة بكثرة، وممكن أنه نغطيه احتياجات عالمية. أولا احتياجات المستهلك، ثانيا نروحوا للتصدير، نصدر هذه الطاقة لدول أخرى. طيب سيد تميم، بما أنه عندك سنوات في هذا الميدان وفي قرب دائما بالمستهلك الجزائري، هل اليوم ربما كان رفع في درجة الوعي لدى المواطن بحقوقه وأيضا واجباته في هذا الميدان؟ نعم، يعني نحكي لك تجربة شخصية. عينا بديت حماية المستهلك في 2007، رغم أني كنت يعني خريج جامعة دارس في الجامعة، رغم أني كنت ناشط جمعوي، إلا لما فتحت مجال حماية المستهلك أنا أول إنسان كنت ما نعرفش هذا المجال. يعني بديت نبحث، بديت نقرأ، كانت المصادر قليلة. لما تسألي أي إنسان في 2007 فقط، لما تسألي أي إنسان ما هي حماية المستهلك، ولا وش هي جمعية، وش دور جمعية لحماية المستهلك، الجميع كان يتساءل. لكن بعد سنوات نشوف الحمد لله، يعني الآن أطفال في المدارس يعرفوا وش هي حماية المستهلك، نشوفوا أنه ناس شعب عادي عاميين ما عندهمش علاقة بالنشاط الجمعوي، ولا إنسان مواطن جزائري طبيعي تحكي معاه على حماية المستهلك يحكي لك. نشوفوا الاهتمام الكبير اللي توليه وسائل الإعلام أيضا لقضايا حماية المستهلك. يعني نشوفوا أنه التطور تطورنا في جميع المجالات.
ايضا يعني الحمد لله المنظمه الجزائريه لحمايه وارشاد المستهلك كانت جزءا صغيرا من هذا التطور. يعني احنا في العمل الجمعوي في الجزائر نعتبر يعني ايضا من الجمعيات الكبيره في الجزائر في العمل الجمعوي وفي حمايه المستهلك في يعني كتخصص. رانا الحمد لله قاعدين نرفعوا في سقف الطموح ونحاولوا دائما ان نوصلوا لكما بديت في الحصه قلت لك احنا ما نكتفيوش بالجزائر، احنا ماذا بينا نكونوا على المستوى الاقليمي على المستوى العالمي، لانه فكره حمايه المستهلك في الجزائر الحمد لله الان راهي في مستوى عالي، حتى يعني نشوفوا خلال يعني لما تشوفي خلال السنه الماضيه يعني السيد رئيس الجمهوريه يولي قضيه حمايه المستهلك وحمايه القدره الشرائيه للمستهلك اهميه تامه. يعني ممكن في نقول انه الاراده السياسيه ساهمت في رفع والوصول الجزائر الى درجه جيده في حمايه المستهلك. اكيد شوفي يعني رئيس الجمهوريه يولي اهتمام القضايا الاستهلاكيه، يعني كل مره نشوفوا انه يسن قرار ولا يدي امر، اخر مره في اجتماع الوزراء اقر بلجنه لليقظه خاصه بالمجال الاستهلاكي، هذه قانون المضاربه نفس الشيء. ايضا نشوفوا انه استفادت يعني كما المنظمه نقولوا بصراحه استفدنا مما يسمى دعم المجتمع المدني، يعني الدستور اللي اقر حق المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وأنه صدى إرجاع للإدارة وعلى الإدارة يعني تكون علاقتها مليحة، تطور في العمل الجمعوي في الجزائر استفدنا منه، وأيضا استفدنا من يعني من إرادتنا ودخولنا عالم حماية المستهلك. طيب سيد تميم، اليوم أنا على بعد أيام شهر رمضان، هذا الشهر اللي ربما يكثر فيه الاستهلاك المفرط في مواد التغذية، ربما اليوم كيفاش خاصة أنه يقترن هذا الشهر بالاستهلاك، ربما كيفاش اليوم يجب مسايرة هذا الأمر؟ يعني نحضره بصراحة احنا كمنظمة جزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه نتمنى يعني بغض النظر عن الأسعار وارتفاع الأسعار عندنا قوة هي المستهلك، نتمنى انه المستهلك يقتنع انه رمضان هذا ما هوش رمضان تاع استهلاك وتاع تبذير وتاع إصراف ولازمني ناكل، بالعكس من المفروض انه نقتنع انه رمضان شهر مثل الأشهر الأخرى، رمضان إذا كنت حاب نكون مميز فيه نتجه إلى العبادة، لأنه أولا وأخيرا رمضان هو شهر للعبادة وليس للأكل والشرب. هذه النقطة اللي احنا عندنا سنوات وإحنا نحاربوا عليها، الترشيد الاستهلاك خلال رمضان من المفروض بدون ما نتعب أنا وندير حملات تحسيسية في ديننا موجود، لأنه الإسراف غير مرغوب فيه في ديننا، يعني نحاربه في الدين الإسلامي يحارب التبذير والإسراف، لكن للأسف الشديد يعني احنا صح المجتمع الجزائري أو الشعب الجزائري يفرح بشهر رمضان يحب شهر رمضان، ربما تكون طريقة الفرحة فيها أخطاء. صحيح أنه من صعب تجيل واحد عمره 70 سنة تقولي له غير ثقافتك الاستهلاكية ولا عاداتك الاستهلاكية، صعب جدا يعني مش غير الجزائر في العالم كامل، لكن احنا بالمقابل نحاولوا نسلط الضوء على نقاط. نعطيك مثال، مثلا الإنسان اللي كان يتفاخر أنه يغلب رمضان وفي بلاصة ما يشري خبزة يشري 10 خبزات، من المفروض أنه يحشم بها ما يتفاخرش أنه يغلب رمضان. بهذه الأمور الخبز اللي نلقاوه مرمي في المزابل عافاكم الله عيب في رمضان نشوفوا هذه الظاهرة، رغم أنه ما نقولوش فقط المستهلك اللي يبذر، كاين مطاعم الرحمة اللي نشوفوا فيها تبذير، كاين مطاعم الجامعية اللي نشوفوا فيها تبذير، من المفروض الجميع يتكاتف من أجل يعني رمضان عادي. احنا في المنظمة نشوفوا بالفعل يعني في رمضان نسبة الاستهلاك توصل للحدود القصوى، يعني نشوفوا إقبال على اللحوم، إقبال على اللحوم البيضاء الحمراء الخضر الفواكه الحلويات، كثير من الأشياء في رمضان نشوفها، لكن على الأسرة الجزائرية أو رب الأسرة والأم أنه يدرسوا ميزانيتهم. أنا لما نشري كيلو زلابية وأنا عارف باللي في البيت راح نستهلك حبة زلابية ولا اثنين وأرمي الباقي لأنه بعد يومين أصبح قديم ونرميه، إذا أنا نستهلك في اليوم خبزتين لما اقتناء 5 خبزات ولا 7 خبزات؟ هذه الأمور اللي نتمناها في دراسة اقتصاد الأسرة أو ميزانية الأسرة خلال شهر رمضان، لأنه لما نعرف أن الأسرة الجزائرية في رمضان أصبحت تستدين من أجل قضاء شهر رمضان هذا أمر يعني غريب. أنا أعتقد أنه شهر رمضان
بدل ما نوليو في شهر رمضان نتفاخر بصور المأكولات والموائد يعني الكبيرة، أعتقد أنه وصل الوقت لنفتخر بصور الموائد البسيطة والإفطار البسيط، عسى أن نكون قدوة للآخرين. الآن حتى إحنا في المنظمة رايحين للمستهلك الصغير، لأنه هذا هو النشء اللي ممكن أنك تربيه على ثقافة استهلاكية، لما يكبر يصبح هو أب الأسرة وهي طفلة صغيرة تصبح أم في أسرة، وهي اللي تمشي الثقافة الاستهلاكية الجديدة. طيب اليوم هل تعمل المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده على ربما عمل دورات أو ربما لقاءات من أجل كما قلت نشر هذه الثقافة الاستهلاكية لدى النشاء؟ أكيد أكيد، إحنا في إطار العمل تاعنا عندنا شق تحسيسي كبير، ونعمل في الشق التحسيسي أولينا المستهلك الصغير، لأنه بعد يعني تعرفي لما تمشي في طريق وتبدأي تخدمي فيه تبلك أمور تبلك أخطاء. احنا من بين الامور اللي راجعنا فيها انفسنا الشق التحسيسي، شفنا انه الشق التحسيسي مع الفئات العمريه الكبرى صعب، اولا فيه هدر للطاقه والجهد، ايضا الاستجابه ضعيفه جدا. لذلك فكرنا بفكره هي مشروع المستهلك الصغير. المستهلك الصغير هذا وين تلقاه؟ تلقاه في المدارس، تلقاه في المتوسطات، في الثانويات، في مراكز التكوين، حتى في الجامعات. يعني احنا نقوله مستهلك صغير، لكن الطالب الجامعي ايضا هو شاب صغير يعني في العمر، ومشروع قابل يعني تعطيه الفكره والأفكار. تعطيه الفكره، تسلطي له تجذبي الانتباه تاعو لفكره معينه وتخليه يفكر فيها. لانه السلوك الاستهلاكي هو عاده، اذا ما توقفش الشخص عندها وفكر فيها هي بالنسبه لي عاده عاديه، قاعد يدير في عاده توارثها عن الوالد تاعو، عن الام تاعو، عن جده. الان احنا واش نديرو؟ نسلطوا الامور، نسلطوا نجذبوا مركز الاهتمام للشاب او الطفل الصغير على موضوع معين ونخليه هو يفكر فيه يعني بالممارسه وبالجلسات. يعني الان عندنا 58 مكتب ولائي، من بين المهام تاعهم انه الدورات يعني دروس تحسيسيه في المدارس، في مراكز التكوين المهني، في الاقامات الجامعيه. هذه الدروس فيها جزء معين خاص بقضيه التبذير، قضيه شهر رمضان، لانه احنا كمنظمه من بين الاهداف تاعنا انه نوصلوا لرمضان ما فيهش اشكاليه، ما فيهش انه عشيه رمضان الشعب الجزائري كامل يهبط للبوشي ويهبط للمرشي باه يشري. هذا من الاخطاء اللي احنا نعطيه فيها للتاجر، نعطيه القوة به يرفع السعر، القوة به يمشي رايه علينا. بينما لو كان استهلاكنا عادي، نعطيك مثال، نحن في شهر رمضان لماذا نروح نقتني بكثافة قبل رمضان بيوم؟ احنا مناش في مجاعة، الحمد لله المواد الاستهلاكية متوفرة كامل. كاين اضطرابات في بعض المواد وخاصة المواد المدعمة، لكن مناش يعني في أزمة اللي يكون ما نشريش خضرة اليوم ممكن غدوة ما نلقاهاش، لذلك اشتري احتياجاتي. طيب سيد فادي تميم، اليوم ربما شنو هي الإرشادات والنصائح اللي تقدمها للمستهلك الجزائري باش يكون هذا رمضان بحول الله يكون مختلف عن باقي أشهر رمضان؟ نتمنى أنه المستهلك الجزائري يقنع أنه أولا رمضان للعبادة وليس للاستهلاك. ثانيا أنه المستهلك الجزائري يكون الأب والأم يجلسوا مع بعضهم ويشوفوا احتياجاتهم. يعني لما نحطوا ورقة، قليل من الأسر الجزائرية اللي تدير الميزانية تاعها للأسف شديد، بينما في دول أخرى تجد أنه رب الأسرة يدير الميزانية تاعه وش يشري، يحسب في نهاية الشهر يشوف مصاريفه. احنا نتمنى أنه يوصل المستهلك لهذه الدرجة. في رمضان علينا أنه ندرس الميزانية تاعنا، نحاول نقص الميزانية. لما لا أنا نقص في الميزانية تاع رمضان، أوفر مبلغ 5000 ولا 10000 دينار روح نصدق فيه، أجر إحسان عليا وعلى أولادي، بدل من أني هذه 10000 دينار نشري فيها مواد استهلاكية ما نحتاجهاش وفي نهاية الأمر تؤول إلى النفايات. أيضا من بين الظواهر يعني اللي ما هيش مليحة في رمضان أنه أب الأسرة ينتظر حتى العشية يكون جيعان، يكون عطشان ويروح يتسوق. ومن بين الأمور يعني اللي منهي عنها في التسوق هي أنه الإنسان يروح للتسوق هو ضعيف،
جوعه وعطشه ويعني وصول اقتراب الأذان يجعله ضعيف لشهوات الأكل اللي عنده، يعني بدل يروح يقتني يشوف قلب اللوز يشم ريحته يجيب كيلو، يروح يشري الخبز تقول له عليه شريت 4 أنواع ولا 5 أنواع يقول لك شهيته اللون سخون. هذه الأمور تجعل المستهلك ضعيف، لذلك يجب أن لا يتسوق في هذه الأوقات، عليه التسوق في أوقات باكرة، ولا لما لا نشوفه الآن في يعني في أحيائنا في مدننا أنه بعد الإفطار كاين يعني تجار اللي فاتحين، روح نتسوق وأنا مانيش ضعيف. وأولا وأخيرا على كل مستهلك أنه يتذكر أنه رب العباد فرض هذا رمضان لكي نقاسم الفقراء معاناتهم، معناها نحسوا بهم. يعني الوازع الديني والأجر والثواب هو الأهم من الأكل والشرب. شكرا لك سيد فادي تميم المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك وإرشاده على هذه المداخلة وعلى قبولك الدعوة. شكرا لك. إذن مشاهدينا كانت هذه فقرة ضيف الغرفة لنهار اليوم، بقية الفقرات متواصلة لكن بعد الفاصل.